في بوابة اخبار اليوم ونورتينا والف الف مبروك الفيلم. معرفش العيال رجعت ولا من اول السطر، بس انتوا غيرتوا والله لحد دلوقتي. لا المخرج قال لي من اول السطر فغيرت الاسم. مبروك ان شاء الله. احكي لنا بقى ايه حكايه العيال رجعت او من اول السطر. والله هي العيال رجعت سواء او من اول السطر، فهي دعوه للتفاؤل مره تانية من اول وجديد، وبدايه جديده وبدايه سعيده ان شاء الله باذن الله لاي حاجه كانت نهايتها مؤلمه. وان شاء الله باذن الله احنا مش عايزين نحرق فكره الفيلم. كل انا هقدر اقوله ان انا بيعت جرايد وبنت بقى من اللي هم الوافين دول بتوع النصي وحركات، وبتقف مع واحده هي ما تعرفوش وما يعرفوش ولا اهلها يعرفوه، ومن خلال كده بيعرف ان الشعب المصري ده طيب قوي وغلبان قوي وعلى نياته جدا. ولان بعض الناس يعني كتير قوي يتهمونا ان احنا مش طيبين، بس احنا طيبين جدا والله، وحابين ان احنا نقول دوت عبر وسائل الاعلام والمسلسلات والدراما وكل حاجه. وان شاء الله باذن الله اهم حاجه بس نظره التفاؤل بتاعت مصر وام الدنيا، وان بشبابها هتقوم من اول وجديد ومن اول السطر. هتغني في الفيلم اكيد؟ لازم. ما اعتقدش لازم انشد. لازم. يعني هيبقى الدور اكتر في اغاني ولا هتبقى اغاني بسيطه بس كده داخل؟ لا هو الدور مش موضوع الاغاني، هو الموضوع ان السياق الدرامي جواه داخل متوظف الدور. الفيلم نازل العيد ان شاء الله ولا؟ باذن الله. باذن الله لو اي تاخير ده عند ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنتمنى لك التوفيق. امين ربنا يخليك. كمان الفنانة إيمان أبو طالب، أهلا بيك معانا في بوابة أخبار اليوم، ومبروك مشاركتك في فيلم العيال رجعت. قولنا إيه الحكاية بقى؟ هي العيال رجعت هو بقى اسمه من أول الخط خلاص. كمان غيرت الاسم. غيرنا الاسم. أيوه. هو فيلم رومانسي مسيحي غنائي رومانسي استعراض اجتماعي. تشوف فيه كل يعني كل تشوف الرومانسية رجعت مرة ثانية زي ما كنا بنشوفها بالدوس زمان، تشوف مرة ثانية دلوقتي. إيمان بقى وإنه هي من وقت للتاني كده بتعمل ادوار في مسلسلات او افلام، فمتجهه شويه للتمثيل. وقلنا الاول عن دورك في الفيلم النهارده، وبعدين نتكلم بقى عن اتجاهك نفسه للتمثيل. هقول لك انا في الحقيقه اول مره بقول ان انا ممثله جوه في الفيلم ده. قبل كده كنت بطلع ايمان مذيعه، بقدم دور مذيعه زي ما انا هو دوري. الحقيقه اتجه للتمثيل معرفش فجاه. محمد كلمني في التليفون، محمد حمدي المخرج، قال لي ايمان يلا تعالي في فيلم انا بعمله حلو قوي. بيحكي قلت له الله حلو قوي، افتكره بس بياخد رايي يعني. انا عايزك انت اميره. قلت له اميره دي بطله الفيلم. عليا قلت له انا ليه دي اماره يعني؟ قال لي انا مقتنع ويلا شوف. قلت له اوكي انا معايا. مين اميره بقى في الفيلم؟ اميره هي اميره وادم روميو وجولييت مره ثانيه بشكل بقى شعب. انا مش عارفه تصوير النهارده في حاره، فممكن يكون ماليش تصوير في حاره. هي اميره بنت ارستقراطيه من عائله ثريه يعني، بتحب واحد من طبقه غير طبقتها برضه. هو مش من الحاره، بس انا مش هكشف لك الحاره دي ايه يعني، هي سر. لكن هما الاثنين بيعيشوا قصه حب مفيش اجمل من كده. في فروق طبيعيه طبعا بينهم يعني، كل واحد فيهم من طبقه غير الثانيه، لكن هما الاثنين بيجمعهم قصه حب مرعبه يعني. مبروك فيلم العيال رجعت، واحكي لنا ايه حكايه العيال رجعت؟ اللي هو مجموعه من الناس نتيجه ان هم كافحوا وتعبوا ووصلوا لهدفهم، وهم فن، الفن بيوصلهم بيرجعوا من اول جديد، بيبداوا من اول السطر من اول جديد، رحله فن صعود من خلال شخوص كثيره جدا بتقدمي في النهايه فيلم في اطار درامي موسيقي. طيب استعراض يعني ولا مش يعني؟ اغاني. اغاني بس. اغاني كتير. ايهاب بيعمل ايه في العيال اللي رجعت؟ ايهاب يعني بيسرد عليهم. هيكون من ضمن العيال اللي رجعت؟ لا اتمنى يكون من ضمن العيال بس كبرنا خلاص. بيقدم، انا بقدم دور من زي ما بيقولوا عظمه من عظمات الدراما المهمه جدا، خط الشر اللي قدامي، خط الانسان اللي هو عايز يبقى في سبيل وصولا لهدفه، يموت يشيل يحط يجيب اي حاجه. اعتقد ان دي حاجه من السكك اللي ماسكها بقالي فتره، اتمنى انها تكمل على خير. انت لسه بتقول من السكك اللي ماسكها اللي هو ادوار الشر يعني. دي مش بتاثر فكره انك تفضل كده فتره طويله بتقدم ادوار شر فتلاقي قلبت معاك في الحقيقه بقى؟ قلبت الحقيقه شر بقت شر. لا هو بالعكس، هو في فتره الفنان بيمر فيها اسمها فتره تمرد فني، بتحاول انك تخرجي من اطار اتعودتي عليه او الناس عودتك عليه او المنتجين او يعني وات ايفر ايه اللي جالك، ايه اعمل الدور ده اعمل الدور ده. فانا ليا حاله تمرد فني
الحمد لله ربنا كرمني بيه. انا مش بقالي كتير فيه على فكره، بس زي بيقولوا هي منطقه فاضيه، منطقه فيها اداء بالظبط دي ساحه كبيره قوي تمثيل يعني. لو اولا نقدر نقول الاسم النهائي، نقدر نقول اسم فيلم تم تعبيره بقى اسمه الصد. الفيلم باختصار شديد بيدور في قالب كوميدي غنائي من خلال مجموعه من الشباب بيكونوا فرقه موسيقيه وبيبتدوا مشوار او رحله نجوميه زي ما بيقولوا، مؤمنين بموهبتهم، بيقابلوا حد من المنتجين مؤمن جدا بموهبتهم، بيبتدوا المشوار ده الى ان يحدث حدث ما بيأثر على مجرى الاحداث، وبنكمل لحد ما بنشوف في نهايه الفيلم هل بيقدروا فعلا يحققوا حلمهم ولا لا. الفيلم بطولة جماعية في فريق وما أحمد الشامي، محمد نور، دكتور آدم من لبنان، أمينة من مصر، ممثل سعودي، الكوميديان الجميل حسين عبد الحميد العوام، الإعلامية المتابعة جدا إيمان أبو طالب في أول مرة ليها على شاشة السينما، الأستاذ أحمد راتب والأستاذ سامح السليتي، الأستاذ إيهاب فهمي، الأستاذ رامي البيت، الأستاذ سليمان عيد، مجموعة كبيرة خايف أنسى حد، إنما إحنا هدفنا فعلا نعمل بطولة جماعية.